مر بنا بمكة المبجلة ذات البهاء والسنا والمنزلة، ولتنزل البيت العتيق عمرة تقربا لله لا شريك له، وقرباني من إمام الحرم رب السجايا والخصال الفاضلة، إلى سعود بن الشريم ذي التقى سبحان من أحداه فضلا جمله، هذا وريث الأنبياء عالم هيأه رب الورى وفضله، مزمار داود جرى بصوته صوت الندي صادح ما أجمله، وتخشع القلوب في تلاوة عبر الأثير بثها مسجلة، في كل فج ذكره مجلجل يمشي وحفظ الله ظل ظلله.